جزاكم الله خيرا. السائل ألف حاء يقول: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ أرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا. السجود كله يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إذا كان السجود عن نقص في الصلاة سهوا فإنه يكون قبل السلام. هل من مثال على النقص؟ مثل ما لو ترك التشهد الأول، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. كما لو زاد في الصلاة ركعة ناسيا، يعني لو قام بعد الرابعة هذا زيادة بلا شك. أي نعم. لكن لو جلس للتشهد الأخير بعد الثالثة في الرباعية، هذه زيادة أيضا، هذه زيادة. نعم، لأنه جلس في غير محل الجلوس فيكون زائد جلوسا زائدا، فيسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأمر. يعني صورة النقص أن يدع شيئا من الصلاة. أي نعم. صورة الزيادة أن يزيد شيئا في الصلاة ناسيا. نعم. أحسن الله إليكم.